بالفعل بتستمر منافسات كأس العالم لكرة القدم. امبارح اليوم الثاني من البطولة شفنا فيه فوز كبير للمنتخب الإنجليزي بسداسية على المنتخب الإيراني. شفنا أيضا فوز لمنتخب هولندا على منتخب السنغال، وكمان شفنا أول تعادل في البطولة ما بين منتخبي أمريكا وويلز. هنحلل ماتشات امبارح، هنعمل قراءة في ماتشات النهاردة اللي الكل بينتظرها كعرب ومصريين، وخصوصا مباراة المنتخب السعودي مع الأرجنتيني في المجموعة الثالثة وتونس والدنمارك في المجموعة الرابعة. هنتكلم بتفاصيل أكتر بعد ضيفنا الناقد الرياضي الأستاذ علي البحيري اللي مشرفنا النهاردة في استوديو صباح الخير مصر. أهلا بك يا أستاذ علي. أهلا بحضرتك وبرحب بكل المشاهدين. أهلا بيك. امبارح اتلعب ماتش في المجموعة الأولى ما بين السنغال وهولندا، فازت هولندا بهدفين. شايف مواقف أو موقف المجموعة الأولى عامل إزاي، وخصوصا دي مجموعة قطر البلد المضيف، هل السنغال عندها فرص أخرى في الصعود؟ طبيعي يعني اكيد لسه دي لسه اول جوله يعني في دور المجموعات، لسه طبعا بدري، لكن انا شايف ان بدايه قطر كانت مهزوزه جدا في المباراه الافتتاحيه، طبعا ملعبها وسط جمهورها قدام منتخب الاكوادور اللي طبعا قدم مباراه كبيره وقدر يكسب اثنين، وقدم كمان مستوى كويس جدا في المباراه الافتتاحيه لكاس العالم قطر 2022. يمكن لسه السنغال طبعا يعني خسرت امبارح من هولندا 2-0، لكن لسه طبعا عندها ماتشين يعني في المجموعه، لكن انا شايف ان الاقرب طبعا في هذه المجموعه هو صعود هولندا والاكوادور بعد طبعا الاول انتصارين في الدور الاول. يعني غياب ساديو ماني اثر امبارح بشكل كبير على السنغال، ما كانش في هجمات خطيره امام المنتخب الهولندي. اكيد طبعا يعني ساديو ماني واحد من افضل لاعبي العالم، ووصيف افضل لاعب في العالم الكره الذهبيه البالون دور بعد ما خدها كريم بنزيما نجم منتخب فرنسا، فساديو ماني هو قوه عظمى في منتخب السنغال، واصابته قبل ساعات من البطوله طبعا ضربه كبيره لمنتخب السنغال، واثر طبعا على ادائهم في مباراه امبارح، وطبعا هيفتقدوه طوال مشوارهم في البطوله. يعني امبارح برضه ما شفناش المنتخب الهولندي في افضل حالاته، تقييمك ايه؟ يعني هل هيطلع بالتدريج، هل هينتقل من الاضعف للاقوى، ولا أعتقد ده هو ده الايقاع اللي هيشتغل بيه؟ اعتقد لا، هو هيبقى في ارتفاع في المستوى. دايما كاس العالم بنبص طبعا دايما لترتيب المباريات، يعني بتبدا من الاصعب للاضعف او من الاضعف للاصعب حسب ترتيب مباراتك في البطوله حسب القرعه اللي اتعملت لك، فانا شايف ان هو لسه قدامه لسه ماتشين ويقدر طبعا يقلب المستوى، لسه اول مباراه، ودايما اول مباراه لاي منتخب كاس العالم هو تحقيق الفوز هو اهم حاجه، تدي ثقه للاعيبه وتدي دفعه معنويه للفريق انه يقدر يتاهل للدور الثاني، وده الاهم دلوقتي لكل منتخب، مش اهم حاجه الشكل الجمالي على قد ما انك تقدر تحقق انتصار او تحقق نتيجه تساعدك انك تتاهل للدور اللي جاي. فاعتقد ان منتخب هولندا فوزه على السنغال في المباراه الاولى كان مهم جدا بغض النظر عن الاداء كان كويس او ما كانش كويس. طيب نروح لمباراه ايران وانجلترا والفوز الكبير لانجلترا على ايران بقياده كارلوس كيروش، شايف ده قوه للمنتخب الانجليزي واداء للمنتخب الانجليزي ام ضعف لمنتخب ايران؟ انا شايف ان منتخب انجلترا هو منتخب قوي جدا من المنتخبات المرشحه للفوز باللقب. منتخب انجلترا اللي الناس كتير ما تعرفوش ان هو اعلى منتخب قيمه تسويقيه للاعبين في كاس العالم اللي موجود دلوقتي في قطر، فاعتقد ان منتخب انجلترا يضم العديد من النجوم على مستوى العالم مش بس في الدوري الانجليزي في دوريات ثانيه، فانا اعتقد ان منتخب انجلترا قدر يحقق فوز مستحق وكبير على منتخب ايران اللي طبعا تاثر شويه بالامور السياسيه في ايران. كارلوس كيروش طبعا معروف ان هو مدرب كبير وقدر يلعب في كاس العالم او يقود فرق في كاس العالم، ودي مش اول مره ليه متهيألي مع ايران، دي في كاس تقريبا العالم. رابع او خامس مره لكيروش، تقريبا خامس مره لكيروش في كاس العالم، يمكن هو اهل اربع فرق قبل كده ودلوقتي بيقود ايران للمره الثانيه في كاس العالم. والخساره امبارح ليها اسباب كثيره جدا، لكن طبعا قوه المنتخب الانجليزي ظهرت امبارح، يعني فوز بسداسيه ومع اداء قوي جدا طبعا ادى يعني تحذير لكل المنتخبات المشاركه في كاس العالم. إدارة كيروش للمباراة تقييمك ليها إيه؟ هل اعتماده على الطريقة الدفاعية اللي ربما احنا كمصريين عارفينها كان سبب في هذه الهزيمة الثقيلة للمنتخب الإيراني؟ أكيد طبعا، يعني الطريقة الدفاعية ما بتنفعش مع كل المنتخبات، لكن هو طبعا كيروش هو مدرسته معروفة وهو يمكن قدر يحقق نجاحات بطريقته دي مع منتخبات تانية، لكن منتخب إنجلترا طبعا منتخب قوي جدا، بقول لحضرتك بيضم أفضل العناصر في أفضل الدوريات الأوروبية مش بس في الدوري الإنجليزي، وأعلى قيمة تسويقية طبعا في البطولة، منتخب قوي وقدر يحقق فوز كبير، فأعتقد إن كيروش ما عرفش يتعامل طبعا مع منتخب إنجلترا في مباراة إمبارح، كمان الامور اثرت على النفسيه شويه للمنتخب الايراني بسبب الامور السياسيه هناك، فاعتقد ان ده اللي اثر بشكل كبير. يعني طيب هزيمه قطر وهزيمه ايران، هل ده مؤشر لشكل المنتخبات الاسيويه وادائها خلال البطوله؟
اعتقد لسه هنشوف منتخبات تانية اسيويه في البطوله، وده لسه مش ده اول حاجه، لسه في مباراه تانية جايه في البطوله، ودايما اول مباراه بتبقى مهمه، لكن الخساره فيها بيعمل هزه نفسيه شويه للفريق وهزاز ثقه بين اللاعبين. فاعتقد لسه يعني ممكن نشوف قطر تلعب مباراه افضل في الدور المقبل، لكن انا شايف ان فرصتها هتبقى صعبه في الصعود للدور الثاني. تعتقد المنتخب الانجليزي ممكن يفوز باللقب هذا العام ويحقق الفوز بالبطوله؟ بتراهن عليه؟ لا مش براهن على منتخب انجلترا الصراحه، هو منتخب قوي طبعا ومن ضمن المرشحين، لكن انا لو راهنت او قلت ان توقعي للبطوله او المربع الذهبي هتوقع البرازيل وهتوقع فرنسا وهتوقع الارجنتين وهتوقع منتخب البرتغال. شفت تصريحات ميسي امبارح وهو بيقول احنا مش هناخد البطوله؟ شفت التصريحات دي عملت حاله كده من القلق بدري، تصريحاته وتصريحات كريستيانو رونالدو، التصريحات دي شفتها ازاي؟ يعني بيغزي العين ولا ايه ميسي؟ لا مش كده، هو ميسي يعني بيتكلم ان هو مش لازم يقول احنا هناخد اللقب، هو ميسي بيقول دي الفرصه الاخيره لينا، بالعكس ميسي وليه هو على وجه التحديد بالظبط يعني. كده اخر بطوله لكريستيانو، وميسي اسطورتين في كره القدم. ميسي بمؤتمر الصحفي اللي عمله او كريستيانو رونالدو، هما بيدوا رساله او ثقه للعيبه اللي معاهم في الفريق، هما طبعا كباتن الفرقه واقوى يعني لعيبه في البطوله واسطورتين في كره القدم، بيقول ان احنا عندنا فرصه ودي اخر فرصه لينا ان احنا ناخد كاس العالم. ميسي او كريستيانو لو ختموا مسيرتهم بلقب كبير زي كاس العالم، ده اعظم حاجه في الدنيا في كره القدم، فاعتقد هيبقى يعني نهايه تاريخيه، ونهايه طبعا تليق بمسيره اسطورتين زيهم. فهو بيشيل الضغط من على لعيبه فريقه، واعتقد ان انا شايف يعني منتخب البرازيل هو المنتخب الاقرب والاقوى واقوى سكواد في البطوله ان هو يقدر ياخد لقب كاس العالم المره دي. ليه البرازيل؟ ليه ما قلتش اي حد تاني؟ انا توقعي ان منتخب البرازيل هو طبعا المصنف الاول عالميا، هو اقوى سكواد كلعيبه وكنجوم في فريق واحد في كاس العالم، كمان اللعيبه كمان عارفه ازاي تلعب مع بعضها، لعبوا مع بعض كتير، فريق نتائجه الفتره اللي فاتت كلها مبشره، وتقول ان هو يعني يقدر ياخد يعني اللقب من فرنسا اللي هي خدت اللقب في روسيا 2018. فانا شايف ان المربع الذهبي هيبقى البرازيل وهيبقى فرنسا والارجنتين والبرتغال، ده توقعي، لكن اتوقع ان المباراه النهائيه هيبقى متواجد فيها منتخب البرازيل بدون شك. طيب نروح لمباراه امريكا وويلز والتعادل اللي حصل بينهم، شفت المباراه دي ازاي؟ يمكن امريكا غايبه عن كاس العالم بقالها فتره، منتخب ويلز طبعا منتخب متمرس ولعب في بطوله اوروبا في اليورو، وطبعا بيقدم نتيجه كبيره ونتائج كويسه، لكن منتخب امريكا امبارح فاجئنا، انا كنت متوقع ان هو يقدر يكسب او حتى يتعادل، كنت متوقع خسارته، لكن هو قدم مباراه كبيره جدا امبارح، وكمان تقدم في المباراه، يمكن ويلز تعادلت في الدقيقه الاخيره عن طريق جاريس بيل من ركله الجزاء، لكن منتخب امريكا قدم اداء كويس، وده اللي احنا عايزين نشوفه، ان المنتخبات اللي مش متوقع تعمل حاجه يبقى في منتخبات تقدم اداء كويس، ويبقى في حصان اسود في البطوله زي منتخب كرواتيا في نسخه 2018 اللي قدر يوصل للنهائي بعد ما قدم مسيره كويسه في البطوله. النسخه العربيه من كاس العالم مختلفه عن باقي النسخ، تعتقد ان هي فعلا هتقدر يعني العرب ربما عايزين يقولوا للعالم ان احنا عندنا تسامح وعندنا وكل الدعايه المضاده في الميديا الغربيه ضدنا، هل دي رساله لينا نقدر نستغلها بشكل اقوى؟ اعتقد ده صح، يمكن حفل الافتتاح كان انا كنت شايفه كان بسيط لكنه كان رائع ومذهل، وقدم رسائل انسانيه ورسائل طبعا يعني للعالم كله او العالم الغربي، قطر ادت توصل رساله في افتتاح كاس العالم ان العرب بيخاطبوا الغرب بلغتهم بالهويه العربيه، وكان حفل بسيط جدا لكنه كان رائع ومذهل، وده اللي احنا عاوزينه، وده اللي احنا عاوزين نوصل للعالم الغربي عن المنطقه العربيه. طيب غياب ويلز 64 سنه تقريبا عن المشاركه في كاس العالم وظهورها امبارح امام امريكا، شايف ازاي شكل المنافسه بينهم كانت عامله ازاي؟ مباراه كانت كويسه، انا شايف من افضل المباريات اللي كانت موجوده في كاس العالم حتى الان، يمكن زي ما قلت لحضرتك امريكا تفوقت شويه في اللقاء لحد ما تعادلت ويلز، لكن هي كانت مباراه كويسه، وويلز قدرت تتعادل في الاخر، يمكن قدمت اداء كويس الشوط الثاني عن الشوط الاولاني، امريكا كانت افضل في الشوط الاولاني وبدايه الشوط الثاني شويه، لكن قدرت تتعادل في الاخر ويلز وتخطف نقطه مهمه طبعا في ترتيب المجموعه، ولسه اكيد الفريق كل فريق عنده مباراتين وهيقدموا اداء اقوى من كده اكيد يعني. خلينا نرجع نتكلم مع حضرتك تاني عن ويلز ووجودها في كاس العالم، احنا عايزين نتكلم دلوقتي المجموعه الثانيه دي مين المرشح فيها للتاهل بعد ما شفت الماتشات؟ يمكن انا شايف ان ممكن انا شايف انجلترا، انجلترا طبعا هي هتتصدر المجموعه وهي طبعا الاقرب للتاهل في الدور يعني في المرتبه الاولى، شايف المنافسه هتبقى بين ممكن بين ويلز وامريكا، لكن انا شايف الاقرب ممكن منتخب ويلز يقدر يخطف البطاقه الثانيه في المجموعه دي. عندنا النهارده ماتشات في المجموعه الثالثه منها السعوديه الارجنتين،
والمكسيك وبولندا، السعودية والأرجنتين، توقعاتك إيه؟ طبعا مباراة طبعا الساعة 12 الظهر هتبقى بين السعودية والأرجنتين. السعودية حظها سيء للأسف، النسخة اللي فاتت لعبت المباراة الافتتاحية قدام روسيا قدام جمهورها وخسرت 5. المرة دي بتلاعب الأرجنتين اللي هي برضه من المرشحين للفوز باللقب، وطبعا أسطورة الأسطورة اليونانية. بس شفنا امبارح مدرب السعودية بيقول احنا حتى يعني في المؤتمر الصحفي بيقول لهم استمتعوا بالسياحة، احنا جايين عشان البطولة. ففي ثقة كبيرة للمنتخب السعودي أمام الأرجنتين، وطبعا هي مباراة مش سهلة تماما يعني. المدرب الفرنسي طبعا مدرب منتخب السعودية هيرفي رينار امبارح قال في المؤتمر الصحفي احنا مش جايين نتفسح في قطر، احنا جايين نلعب كأس عالم وجايين نقدم صورة مشرفة للكرة السعودية، ودعم طبعا الأمير محمد بن سلمان للمنتخب والرسائل اللي قدمها. فهو شايف ان هو يقدر يعمل بطولة كويسة، لكن طبعا مباراة صعبة جدا، هيبدأ بداية صعبة جدا قدام منتخب مرشح بيقوده طبعا الأسطورة ليونيل ميسي، فأتوقع طبعا فوز كبير لمنتخب الأرجنتين بلا شك. الفرق كبير طبعا ما بين الفرقتين. اكيد طبعا، فوارق في كل حاجه، فوارق في كره القدم وفوارق في العقليه وفوارق في التاريخ، فوارق في كل حاجه في كره القدم. بس يعني كنت بتتكلم من شويه عن المنتخب الكرواتي والمفاجات اللي عملها، وكاس العالم احيانا بيجي بمفاجات كبيره. احتماليه وجود ده في ماتش زي الارجنتين والسعوديه ايه؟ 0%. يعني صعب جدا ان فوارق، حضرتك بتتكلمي في تاريخ كره القدم، الارجنتين متوج باللقب مرتين قبل كده، منتخب السعوديه بيشارك في كاس العالم، لكن برضو مش المنتخب اللي يقدر يعدي للدور الثاني او يقدر يقدم مفاجاه في البطوله. صعب جدا ان التاريخ او العقليه او حتى المستوى الفني في كره القدم بيبقى برضو في حاجات بتبقى ظاهره قبل كاس العالم. فطبعا منتخب الارجنتين منتخب مرشح لللقب، مش بس منتخب انه يعدي الدور الاول، لا ده منتخب مرشح للبطوله وان يقدر ياخد اللقب للمره الثالثه في تاريخه بعد نسخه المكسيك 86. بالتاكيد المباراه تكون مليانه تحديات كبير، لكن خلينا نقول انه الاداء المشرف هو المهم في مباراه زي دي. النتيجه ممكن تكون محسومه يعني بفضل التاريخ وكل اللي انت كنت بتتكلم فيه ومساله الخبره بتاعه اللعيبه، وطبعا منتخب قوي جدا زي الارجنتين، لكن الاداء المشرف للمنتخب السعودي مهم، وده اللي واضح من ثقتهم وهما بيتكلموا النيه ان احنا جايين، احنا في كاس عالم جايين نلعب ونكون قد التحدي ده. ده اكيد، يمكن انا بدعم المنتخبات العربيه كلها في البطوله، وطبعا نتمنى ان السعوديه تقدم اداء مشرف بغض النظر عن النتيجه، لكن انا عايزه تقدم اداء مشرف، تلعب كره قدم حقيقيه، يكون في دافع في الملعب، في طموح، في طبعا رجوله في الملعب، ده اللي احنا عاوزينه. برضو عندنا منتخب المغرب ومنتخب تونس، برضو النهارده تونس عندها ماتش مع الدنمارك. اكيد ماتش صعب جدا، الدنمارك برضو منتخب قوي جدا، برضو لعيبه قويه وخبره ولعبت كاس عالم كتير، فاعتقد ان مواجهه تونس برضو صعبه، لكن منتخب تونس شويه انا بشوفه محظوظ دايما في البطولات الكبيره، بشوفه محظوظ حتى اخرها كاس امم افريقيا الاخيره قدر برضو يتاهل، وكان برضو يعني عنده برضو شويه حظ في الملعب. فمنتخب تونس قوي جدا، منتخب المغرب انا شايفه من اقوى المنتخبات الافريقيه او المنتخبات العربيه في البطوله، وشايفه هو اللي انا برشحه من المنتخبات العربيه انه يتاهل للدور الثاني، منتخب المغرب. طب حضرتك لو مكان مدرب المنتخب السعودي يعني كنت عملت ايه وانا واحد داخل منتخب الارجنتين، حتى لا يتكرر يعني سيناريو مباراه ايران امبارح؟ يعني انا اعمل ايه كمنتخب سعوديه وانا داخل قدام الارجنتين في اول مجموعه قدام هيكون وحش كبير زي ده؟ هل غياب مثلا فهد المولد هيأثر؟ هل عندك سيناريوهات؟ هتعمل ايه؟ بغض النظر عن غيابات وبغض النظر عن المنتخب، هو لازم يشيل الضغط من على لعيبته، انزلوا استمتعوا في الملعب، انزلوا لعبوا كره قدم حقيقيه، اظهروا الصوره المشرفه لمنتخب السعوديه في كره القدم او الصوره للمنتخبات العربيه بشكل قوي. طبعا من الصعب ايقاف لعيب زي ليونيل ميسي او دي ماريا او اكتر من عنصر في المنتخب الارجنتيني، فالموضوع هيبقى صعب جدا فني في ارض الملعب، لكن كل شيء في كرة القدم وارد، مفيش مستحيل في كرة القدم، العب واستمتع ومتع جمهورك والعب بروح وبقتالية هتقدر تحقق اللي انت عايزه. لكن طبعا منتخب الارجنتين منتخب قوي جدا ومرشح للبطولة، ليونيل ميسي يعني افضل لاعب في العالم ومن ضمن الافضل دايما في كاس العالم، فانا شايف الامور صعبة. لاتين امريكا، امريكا اللاتينية اصلا يعني هي بالظبط، انا شايف النسخة دي من كاس العالم الاقرب ليها منتخب امريكا اللاتينية سواء البرازيل او الارجنتين. طيب كنت بتقول تونس من شوية منتخب محظوظ، طب انت متخيل النهارده تونس تعمل ايه قدام الدنمارك؟ متخيل ممكن يفوز المنتخب التونسي على منتخب الدنمارك؟ هو مش سهل بالمره يعني. لا طبعا، يمكن كمان برضو مجموعه تونس للاسف صعبه جدا، يعني وقع مع فرنسا حامل اللقب والدنمارك من اقوى المنتخبات واستراليا برضو منتخب قوي ومحترم يعني، فانا شايف ان تونس قدام منتخب الاستراليا هيبقى يعني اسهل مباراه ليهم، هيبقى الاصعب النهارده البدايه قدام منتخب الدنمارك، فانا اتمنى ان منتخب تونس يحقق نتيجه كويسه حتى لو تعادل مع منتخب الدنمارك، ويقدر يكسب منتخب استراليا ويقدم اداء يعني اقوى قدام منتخب فرنسا بغض النظر عن النتيجه، لان برضه فرنسا حامل اللقب بغض النظر عن اصابه كريم بنزيما افضل لاعب في العالم، حصل على الكره الذهبيه، هتاثر طبعا على منتخب فرنسا، منتخب فرنسا يضم افضل العناصر يعني. فرنسا واستراليا
الماتش الثاني في المجموعة الرابعة شايفه ازاي؟ بداية لازم تكون قوية لحامل اللقب اللي برضو جاي يحافظ على لقبه هنا في قطر. المفروض ان لازم تكون انت منتخب تثبت جدارة ولازم تدي رسالة تحذيرية لكل المنتخبات ان انا بطل كاس العالم اللي فات وان انا جاي احقق نتيجة كويسة وان انا جاي اخد اللقب وارجع بيه لفرنسا تاني. لكن طبعا حصلت امور بعض الامور في منتخب فرنسا قبل البطولة هتأثر شوية، يمكن غياب كريم بنزيما وغياب كانتي وطبعا استبعاد بوجبا واكتر من لعيب في منتخب فرنسا، لكن العنصر الابرز هو كانتي وبنزيما من اقوى اللعيبه او اللعيبه الاساسيه في منتخب فرنسا السنين اللي فاتت. بنزيما افضل لاعب في العالم، الحائز على الكره الذهبيه البالون دور من مجله فرانس فوتبول السنه دي، لكن كمان بنزيما وصل للتوب ليفل بتاعه مع ريال مدريد الاسباني السنه دي، فكان غيابه كان صدمه كبيره لمنتخب فرنسا لكره القدم العالميه. فانا شايف ان فرنسا هتتاثر شويه النهارده في المباراه الافتتاحيه على الاقل، لكن منتخب فرنسا يضم افضل العناصر معاهم ديدي ديشامب مدرب مخضرم يعني وحصل على كاس العالم الاخير، فاعتقد ان هم هيقدروا يتجاوزوا المحنه دي سريعا يعني. طب لحد دلوقتي المباريات ماشيه زي ما كنت متخيل ولا في مفاجات سواء في النتائج او في الاداء؟ لحد دلوقتي المفاجاه بالنسبه لي منتخب قطر بصراحه. انا كنت متوقع ان منتخب قطر على الاقل في المباراه الافتتاحيه قدام 67,000 متفرج في بلدهم ان يقدروا على الاقل يكسبوا منتخب الاكوادور او حتى يتعادلوا في المباراه الافتتاحيه، لكن الخساره ومن غير اداء بالمنظر اللي احنا شفناه ده كان بالنسبه لي صدمه، حتى صدمه للشعب القطري اللي كان زعلان جدا بعد التنظيم كويس جدا وتنظيم رائع وحافل افتتاح مبهر، فان احنا نشوف منتخب البلد بيعد بقاله 10 او 12 سنه ان يلعب مباراه افتتاحيه في كاس العالم. يعني حضرتك عارفه اول مره في تاريخ كاس العالم الفريق المستضيف يخسر في الافتتاح، فطبعا كانت صدمه كبيره جدا. فانا شايف ان دي كانت الصدمه اللي بالنسبه لي لحد دلوقتي في كاس العالم، لكن اي نتائج ثانيه لا لسه يعني. اهلا بحضراتكم من جديد، مستمرين في حديثنا عن كاس العالم مع ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو الناقد الرياضي علي البحيري. نرجع ليك يا علي، كنا بنتكلم قبل الفاصل عن قطر والمشاركه الاولى ليها في كاس العالم، ايه اللي حصل؟ هل احنا كنا شايف المنتخب القطري واخد امم اسيا 2018، عنده افضل لاعب في البطوله اكرم عفيف وكمان هداف اسيا المعز علي، هل اللعيبه مثلا اتخضت من العدد الكبير اللي كان موجود في الاستاد افتتاحيه كاس العالم تقريبا 67,000 متفرج؟ ايه اللي حصل؟ ليه ما شفناش الاداء اللي احنا كنا مستنيينه من المنتخب القطري؟ زي ما بقول لحضرتك انا كنت اتصدمت طبعا من الاداء، يمكن منتخب قطر بطل اسيا، منتخب زي ما بقول لحضرتك بيعد بقاله 10 او 12 سنه انه يشارك في كاس العالم. يمكن انا شايف التواجد الجماهيري كان عامل مؤثر على منتخب قطر سلبي مش ايجابي، اتخض طبعا من الجماهير، 67,300 مشجع اعتقد كان حاجه كبيره جدا في افتتاح كاس العالم، لكن كان بالنسبه لهم كان في ارتباك شويه، كان في اخطاء دفاعيه، ده اللي قاله المعز علي وقاله اكرم عفيف تصريحات تلفزيونيه بعد اللقاء، ان هم ارتبكوا شويه وما كان في قله خبره قدام منتخب الاكوادور، ان هم ارتبكوا وعملوا اخطاء دفاعيه كلفتهم الخساره في المباراه الافتتاحيه. يمكن كمان الجون الهدف اللي جه بدري لمنتخب الاكوادور وبعد كده اتلغى تقنيه الفار وبعد كده ركله الجزاء اللي جت سجلها اينر فالنسيا اللي هو جاب الهدفين في اللقاء، وبعد كده الهدف الثاني برده جابه نفس اللاعب، ده خلص المباراه بدري جدا في الشوط الاولاني واثر على حظوظ منتخب قطر في المباراه. اللعيبه في الملعب كانت متوتره جدا، انذارات كتيره جدا، فانا اعتقد ان منتخب قطر تاثر بالاجواء شويه وقله الخبره وبعض الاخطاء الدفاعيه، والحضور الجماهيري الكبير كان صعب عليهم ان هم اول مره يلعبوا في تاريخهم. حضرتك عارفه قطر بتلعب لاول مره في تاريخها في كاس العالم، اول مباراه لمنتخب قطر في كاس العالم كانت صعبه جدا عليهم، فكان قله خبره شويه، لكن يقدروا يتداركوا ده في البطولات القادمه، لكن في البطوله دي هيبقى صعب ان هم يلعبوا بعد كده السنغال وهولندا، هيبقى الامور صعبه يعني صعبه جدا بالنسبه لهم. طب خلينا نروح سريعا للعاصمه القطريه الدوحه، معانا من هناك احمد عبد الباسط الناقد الرياضي، ربما شاف كتير من اجواء كاس العالم ومباريات كاس العالم، بتاكيد عايزين يعني ايه نتعرف على مشاهداته من مقاعد الصحفيين من خلال هذه الاستادات. صباح الخير يا استاذ احمد. يا صباح الفل، برحب بحضرتك وبرحب بهدير وبرحب باستاذ علي وبرحب بكل المشاهدين. اهلا بيك يا احمد، لو تقول لنا الاجواء في قطر عامله ازاي من اول يعني المباراه الافتتاحيه، شكل التنظيم عامل ازاي، شكل المدرجات عامل ازاي، يعني حطينا كده في الاجواء هناك. طيب خليني بس في البدايه اتكلم انه بره الملعب فالاجواء رائعه، الاجواء ممتعه، اذا تحدثنا عن الدول الاوروبيه ومهاجمتها للبطوله وكاس العالم 2022 فكان الرد كفيلا يعني من انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي على هذه الدول، وان هم بينتقدوا كاس العالم لانه في بلد عربي وهم قاعدين على كراسيهم، فقال يجب ان تعتذروا
لانه هيكون كاس العالم هي النسخه الافضل في تاريخ المونديال عموما. الشاهد على الكلام انه انا حضرت كاس العالم 2018 وحضرت كاس عالم قطر، يكفي انه انا ممكن احضر ماتش واخلص الماتش واروح الماتش الثاني، يكفي انه ما بلاقيش زحمه في قرب الشوارع. المسافات تقصد يعني كمان ساعد الموضوع؟ ال 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 البلد كلها، لو انا في منتصف البلد نص ساعه يمين بكون في اول ملعب، نص ساعه شمال بكون في اخر ملعب، فاول ملعب واخر ملعب بيبعدوا عن بعض ساعه، يعني الموضوع مش صعب. لكن في روسيا عشان تروح من ملعب لملعب لازم تسافر بطياره، لانه كان كل مدينه بتبعد عن المدينه الاخرى، يا اما طياره يا اما بتاخد قطر يوم كامل، فكان الموضوع مختلف. دي نمره واحد. نمره اثنين، انت هنا قطر موفره انه في عربيات ما لهاش حق تمشي خالص في فتره المونديال، في شهر كامل اجازه من المدارس عشان خاطر الزحام، في باصات موفرينها، في مترو متوفر، كل الحاجات دي متوفره للجمهور او كل من يحمل هيا، بحيث ان هو يروح مجانا طبعا، ان هو يدخل الملاعب بسهوله. اعتقد ان هذه الامور ما كانتش موجوده قبل كده، اعتقد ان هذه الامور بتقول ان قطر شغاله بقالها فتره كبيره عشان تخرج بهذا الشكل. بمجرد ما توصلي قطر او تدخل المطار لحد ما تروح تدخل الملعب، انت لا تتعامل مع اي عامل بشري اطلاقا، كل الموضوع انت بتدخل على اجهزه، بتحط الباسبور، بتحط كارت هيا بتاعك، كل ده انت بتتعامل بمجرد ما الجهاز اللي قدامك بيتعرف على الشخص، فانت خلاص بتدخل اوتوماتيك، الموضوع متيسر لاقصى درجه. صحيح. ده بالنسبه لخارج الملعب يعني. لكن في داخل الملعب الاستادات اتعملت، كل استاد ليه فكره معمول بيها، كل استاد وراه هدف. يعني استاد البيت اللي كان فيه الافتتاح، حرفيا احنا قاعدين جوه خيمه، السقف بتاع الاستاد نفسه شكل الخيمه، الوان الخيمه العربيه، ده اللي عامله مهندس الماني تقريبا يا احمد، صح؟ بالظبط بالظبط. وعلى فكره كل الملاعب اللي معموله هنا يعني ممكن تتفكك وتتركب تاني، لانه هو قطر طبعا، احنا لو اتكلمنا على الدوري القطري ممكن ما يبقاش محتاج الملاعب دي كلها، الثمان ملاعب. احنا بنتكلم انه في 32 منتخب، ال 32 منتخب اللي موجودين هنا بيتدربوا على 32 ملعب فرعي للتدريبات. أي. كل ملعب احسن من الثاني. بنتكلم على الملاعب الاساسيه، ثمان ملاعب بيلعبوا. صحيح. عليها كل مجموعه يعني. فلا، البنيه التحتيه معموله بشكل خرافي. بالنسبه للافتتاح، الافتتاح كان الناس كلها شافته. اي نعم، كنت تساله استاذ علي على خساره المنتخب القطري، طبيعي عده اسباب ادت الى خساره المنتخب القطري، ممكن يبقى موضوع الجمهور بيجي دايما عامل عكسي على اللعيبه، خصوصا لقله الخبرات. هذه هي المشاركه الاولى لقطر في تاريخها في المونديال. الاكوادور منتخب تقيل في كره القدم. أيوة. بجانب، اتفضل. انا يعني انا مستمتع جدا بمشاهدتك، ولكن انا برضو محتاج اسالك، انت امبارح كنت حاضر ماتش السنغال وهولندا، شفت الماتش ازاي من مقاعد الصحفيين؟ شفت ازاي الجماهير العربيه شجعت مين في اللقاء؟ الموضوع كان عامل ازاي؟ طيب، حتى الان هي المباراه الاقوى من وجهه نظري، يعني قد يختلف البعض، ولكن من وجهه نظري هي المباراه الاقوى بين المنتخبين سواء الهولندي والسنغالي. لو بصينا نظريا او على ارض الملعب، نشوف الاكوادور وقطر كانت مباراه من جانب واحد، ايران وانجلترا كانت مباراه من جانب واحد، امريكا وويلز كانت مباراه قويه، ولكن هما الاثنين مستعدين جدا لهذه المباراة، ليست المشاركة الأولى لهم في كأس العالم، فكانت مباراة برضو فيها ندية. ولكن مباراة السنغال وهولندا، الكل داخل هذه المباراة قايل إن هولندا هتبقى مسيطرة على الجيم، بالعكس داخل السنغال بيهاجم بيعمل اللي هو عايزه، بل بالعكس ضيع فرص. إن كنت أرى إنه الأخطاء كانت أخطاء من مندي حارس المرمى شوية في الهدفين اللي جم في المنتخب السنغالي، ولكن يتبقى إنه المنتخبين ليهم تقل داخل الملعب، المنتخبين قلبوا المجموعه لان هم معاهم قطر والاكوادور، فاصبح حسابات المجموعه هتبقى معقده في حال فوز السنغال على المنتخب القطري او فوزها على منتخب الاكوادور، فهتتعقد حسابات المجموعه. فنيا على ارض الملعب لا، كان جيم حلو، الجمهور كان في الملعب، كان الجمهور السنغالي اكثر بكتير من الجمهور الاكوادوري. دائما الجمهور القطري او الجمهور العربي كمصريين طبعا احنا كنا موجودين بنشجع السنغال بطبيعه الحال يعني، ولكن في جمهور العربي بيبقى منقسم ما بين هولندا، ما بين، لانه الجمهور العربي بيبقى من اسيا اكثر من افريقيا بطبيعه الحال، موجود هنا في قطر باعتبارها دوله اسيويه، فالموضوع بيختلف
شويه يعني، لكن الجمهور العربي هو المستفيد الاكبر من المتعه. الجماهير قبل الماتش ب 40 دقيقه ما كانش الملعب، كان الملعب فاضي امبارح يعني قبل الماتش ب 40 دقيقه. هو في جماهير اوروبيه ويعني جماهير مش عرب اكتر، ولا الجماهير العربيه والافريقيه موجودين بشكل اكبر في قطر؟ كل منتخب اوروبي معاه مجموعه موجوده يعني. امبارح مثلا بالليل، في النهارده السعوديه هتلعب الارجنتين بعد ساعتين او ثلاث ساعات، موجود جيم امبارح من السعوديه جماهير عربيه كتيره. كل منتخب ليه الجمهور بتاعه، ولكن لو حسبنا انه عدد المنتخبات الاوروبيه في هذا المونديال 26 منتخب او اوروبيه بقى على اسيويه على امريكا اللاتينيه، فهم عدد جمهورهم كتير جدا برضو لو جمعناه كله. لكن الجمهور العربيه بخصوص قرب البلاد العربيه من قطر، فلا في جمهور برضو صحيح اكيد هيحضروا. صحيح صحيح. طب انت امبارح كنت حاضر مؤتمر منتخب هولندا، وكان ليك سؤال لفان دايك نجم ليفربول عن محمد صلاح، اللي رغم غيابه عن البطولة إلا أنه حاضر باسمه في كل المحافل. عايزين نتعرف على كواليس السؤال. والله هو أنا كنت كويس أنه حضرتك سألتني السؤال ده، لأنه سؤال مهم يعني، أنه كنت في المؤتمر وكان السؤال أنا بدور عليا، لأنه أنا كل حاجة منظمة جدا يعني، فكنت صلب السؤال، فجي دور السؤال رقم 6 لفان دايك. فكان فان دايك اتسأل في معظم الأمور. أنا بحكم أن أنا مصري حبيت أربط يعني عدم وجود مصر، وده طبيعي جدا بحكم ان احنا ممثلين لمصر هنا، فحبيت اربط الامر شويه بمحمد صلاح. فسالته قلت له انه في شهر 3 اللي فات كانت مباراه بين مصر والسنغال، وطبيعه الحال هم هيلعبوا السنغال يعني. صحيح. بين مصر والسنغال، انت كنت بتتفرج على الماتش كنت بتشجع مين يعني؟ ولو قلت لي انك ما اتفرجتش فكنت مع مين بقلبك؟ نمره 2، انت سواء شجعت ده او شجعت ده، فالاثنين ما بقوش موجودين، واحد للاصابه وواحد للخساره. فهو طبعا السؤال يعني كان في رد فعل منه ومن مدخل المدير الفني، ان هو قال له سؤال صعب يعني. هو رد حتى في اجابته قال ان هو ده سؤال عصيب جدا، ولكن انا كنت محايد بين الاثنين لان الاثنين اصدقائي، ولكن في النهايه انا خسرت الاثنين مش موجودين في كاس العالم، وكاس العالم خسرهم وافتقد لهذا الثنائي الافضل يعني. طيب عايز اسالك كمان يا احمد، طب انا وصلت الاستاد، الدخول جوه الاستاد بياخد قد ايه وقت؟ العمليه سهله علشان اروح احضر ماتش، ولا الاجواء التنظيميه دي عامله ازاي؟ طيب هو كمان عاملين حاجه حلوه قوي، انه مداخل الاستادات مقسمينها، مقسمين الشوارع يعني. هنا الجمهور، هنا الفي اي بي، هنا الاعلام، هنا متقسمه بحيث انه ما يحصلش تكدس مروري او زحام. بتدخل عند البوابه، بمجرد ما تدخل عند البوابه انت لابس الاكريديتيشن او التصريح بتاعك. في هنا بقى بتدخل بالتصريح على جهاز بيشوف الصوره او بيشوف الباركود بتاع كل شخص، بمجرد ما بيشوف الباب بيتفتح اوتوماتيك بتدخل على طول. ما بين البوابه وما بين المقعد بتاع كل واحد ممكن ياخد من 2 لـ4 دقائق. عظيم. لانه في اتجاهات بتقول ان انت رقم الكرسي بتاعك كذا في المنطقه كذا، يعني متقسمه تقسيمه رائعه، ان انت بمجرد ما بتدخل كل مكان البوابات كتير، واماكن دخول الملعب للمقاعد كتير، بحيث انه ما يحصلش اي زحام يعني. ما بنلاقي مثلا كل 1000 او 2000 مشجع بيدخلوا من باب واحد، فعلى مدى ساعتين ثلاثه فالامر بيبقى متيسر جدا وانت داخل بتتفرج في الملعب. اجواء الملعب نفسها، الملاعب كلها مكيفه، انت بتبقى قاعد فعلا المكان مكيف، فما بتحسش بدرجه حراره مش وكمان احنا لا، واعتقد ان الجو كمان دلوقتي كويس، هو ما يمكن كان اختيارهم لشهر نوفمبر علشان كده. لسه هقول انه الوقت فعلا بدا الناس تحس بشويه برد خفيف، لانه الجو هنا رائع يعني، الجو هنا هو الانسب والامتع في خلال السنه. صحيح. كلها في قطر يعني. طب استاذ احمد، يمكن انت ذكرت من شويه انك حضرت كاس العالم في روسيا وحضرت كاس العالم في قطر، بغض النظر عن قصه المسافات اللي ما بين الاستادات اللي ذكرتها، في ايه تاني بيفرق من ده؟ والله كاس العالم في قطر، اولا احنا كنسخه عربيه فهو نسخه هي مهمه جدا، بيفرق انه انت بتنجح قدام معوقات يعني. روسيا كان بتلقى كل الدعم، روسيا لم ينتقد احد، روسيا كان عندها البنيه التحتيه جاهزه، روسيا كانت مقدمه الملف وخلاص، انا عندي ملاعبي، عندي فرقي، عندي الدوري بتاعي، فكل حاجه كانت جاهزه. انت بتتكلم اللي بيفرق قطر عن روسيا، انت اخذت تنظيم المونديال، ما كانش عندك ملعب واحد من 8 ملاعب سوى استاد خليفه، اخذت تنظيم المونديال
وانت ازاي الدول العربية تاخد المونديال من اوروبا، فده هيفتح الباب والمجال للدول العربية اللي جاية ان هي تطلب وتقدم ملفات، لانه نجاح مونديال قطر فبالتبعية يدي يلقي الضوء على الدول العربية انها تقدر وتستطيع تنظيم بطولات اخرى. فكان الهدف من الاوروبيين ان هو بيعمل فزاعة، الفزاعة دي لا، الدول العربية لا تستطيع ان هي تبقى موجودة. عشان كده كانت رسالة قوية جدا، موجود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجود رؤساء الدول في الافتتاح بدعوة من الشيخ تميم امير قطر. فكل الحاجات التفاصيل الصغيرة اللي اتعملت هنا، انت انشأت بنية تحتية وانشأت كل حاجة لكأس العالم، كل هذه الامور كانت متغيرة عن كأس العالم في روسيا 2018. كل السلبيات اللي ممكن احنا نبقى هنشوفها في بطولة مش موجودة، انت خلاص الناس بتوفر لك كل حاجة، الناس مهيئة كل حاجة ليك هنا علشان البطولة تطلع بالشكل الامثل. لكن في روسيا لا، البلد كبيرة جدا، في روسيا البنية التحتية كانت موجودة من الاساس، درجة الحرارة بقى والبرودة كانت في روسيا طبعا حضرتك عارف الفرق بين هنا وهنا. لكن عموما في المجمل نسخة كأس العالم 2022 مليانة تحديات وصعاب وتحقيق الإنجاز مع كل هذه التحديات هو ده اللي بيفرق وبيحدث الفارق. أحمد كمان عايز أسألك، إزاي الجمهور العربي بيستعد للماتشات النهاردة؟ عندنا السعودية أمام الأرجنتين والدنمارك وتونس، الأجواء العربية للاستعداد لتشجيع هذه المنتخبات عاملة إزاي؟ ما بيناموش يعني الجمهور العربي اللي هو بساعات الجمهور بيجي رحلة اليوم الواحد فما بيناموش. هنا في أماكن بيتجمعوا فيها، أماكن تراثية بالنسبة لقطر بيتجمع فيها كل جماهير المنتخبات عموما وليست العربية فقط، ولكن الجمهور العربي بيجي من بالليل اللي هو يعني امبارح، بيفضلوا في الشوارع بيطوفوا البلد كلها بأعلامهم، ليهم ساحات معينة بيحتفلوا بيها فيها. أنا قابلت امبارح عدد كبير من الجمهور السعودي عنده أمل، يعني عنده أمل إن هم يلعبوا الأرجنتين، عارفين إن المباراة صعبة ولكن ليس هناك مستحيل في كرة القدم يعني، ولكن هم قالوا إحنا نفسنا نستمتع بهذه المباراة. الجانب التونسي مع الدنمارك أيضا هي مباراة صعبة في لغة كرة القدم، ولكن نتبقى إنه إحنا كنا داخلين ماتش مصر وبلجيكا الود الأخير، ما كانش حد يتعشم إن إحنا نخرج بهذه النتيجة ونفوز 2-1، ولكن لا، معطيات كرة القدم وحالة اللاعبين في نفس يوم المباراة هي اللي بتفرق كمجمل في كتابة مين يفوز مين يتعادل. ده بيكون المعطيات الأخيرة لأي مباراة كرة قدم. أحمد عبد الباسط أسعدتنا ويعني نقلت لنا كل الأجواء من قطر، بنشكرك شكرا جزيلا. أنا الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط على وجودك معنا دلوقتي. بنود مرة تانية ضيفنا الأستاذ علي البحيري الناقد الرياضي، وربما النهاردة في مجموعة من المباريات من أهمها مباراة المنتخب التونسي، شايف استعداداته إزاي؟ منتخب تونس منتخب قوي، يمكن شايف ان لازم بداية قدام منتخب الدنمارك، منتخب طبعا صعب، منتخب اوروبي قوي، لازم منتخب تونس يقدم مباراه قويه في اول ظهور ليه في المجموعه، يعني لان طبعا المباراه اللي جايه هتبقى صعبه طبعا مع فرنسا، لها طبعا مع منتخب استراليا. فانا اثق في منتخب تونس، انا بقول لحضرتك منتخب محظوظ شويه وعنده برضو عناصر كويسه، اللعيبه طبعا في غيابات النهارده اظن، لا اعتقد ما فيش غيابات النهارده في منتخب تونس، لكن هم جاهزين جدا ومدربهم اتكلم امبارح في المؤتمر الصحفي. انا بالتالي كمان هم متعودين على اللقاءات اللي هي احنا بنشوفها لقاءات صعبه، لكن هم بيقابلوا فرق كبيره كتير. دي حقيقه، دي حقيقه، منتخبات زي تونس والمغرب بيلعبوا فعلا مع فرق اوروبيه حتى ماتشات وديه كتيره، وكمان منتخب مصر لما لعب مع منتخب بلجيكا وقدر يكسب، فمنتخب تونس متمرس شويه في الحته دي. فانا اعتقد ان هم هيقدموا مباراه قويه قدام الدنمارك بغض النظر عن النتيجه، ما اقدرش اتوقع النتيجه، لكن انا شايف ان هم يقدروا يقدموا نتيجه كويسه، واتمنى طبعا فوزهم هم ومنتخب السعوديه. شايف فرص المنتخبات العربيه عامله ازاي في البطوله؟ فرص المنتخبات العربيه، انا شايف منتخب المغرب هو الاقرب للتاهل للدور الثاني، يمكن المنتخبات العربيه بشكل عام في تاريخ كاس العالم ما حدش عدى الدور الثاني، يعني هو كان اكبر انجاز الصعود للدور الثاني في البطوله. فانا شايف منتخب المغرب هو المنتخب اللي انا اراهن عليه انه يقدر يتاهل للدور الثاني في هذه النسخه من كل المنتخبات العربيه بالنظر لمجموعته وبالنظر للمعطيات اللي قبل البطوله. يعني شكرا لك استاذ علي البحيري الناقد الرياضي، ربما يعني اديتنا بشكل عام بانوراما عن تفاصيل كاس العالم الافتتاح والمباريات المرتقبه وايضا المشاركه العربيه في هذه البطوله. بنشكر حضرتك مره ثانيه. مشكور حضرتك جدا. شكرا جزيلا يا فندم.